مشكلة البنكرياس أعراضه بنسميها دايماً فيج، يعني ملهاش عرض محدد. أورام البنكرياس، البنكرياس عموماً محدش يعرف عنه حاجة. تشخيصه إن إحنا نقول ينفع له عملية فعلاً اتطور جداً جداً، مش هيدي أعراض غير ما يوصل لحجم كبير قوي، وبالتالي في الغالب بيتشخص متأخر قوي. عشان استأصل المنطقة صعبة شوية، والعملية تبان إنها تخوف شوية، لكن نسبة نجاحها دلوقتي تتعدى 95%. الدكتور محمد فتحي عبد الغفار، أستاذ جراحة وزراعة الكبد كلية طب جامعة عين شمس، استشاري جراحات الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس، عميد المعهد القومي للكبد سابقاً، زميل جامعة إيسن بألمانيا لجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية. أهلا بكم. دايما في أورجان كده عضو في الجسم أنا بسميه العضو المظلوم والعضو المخيف جدا، تقولوا مع كل طبعا حتة في الجسم مظلومة ومخيفة في نفس الوقت، ده تعبير أدبي، بس البنكرياس اللي أنا قصدي عليه. ليه مظلوم؟ لأنه معلومات الناس على البنكرياس قليلة، وبرضو حتى معلومات طلبة الطب على البنكرياس قليلة، ومعلومات الامتياز أو الشباب الأطباء عن البنكرياس قليلة. اسمحوا لي أن أنا أرحب بضيفي العزيز اللي بسعد جدا وبفتخر بتلبيته دعوتنا، طبعا ضيفي وأستاذنا الأستاذ دكتور محمد فتح عبد الغفار، أستاذ جراحات وزراعات الكبد، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، وزميل جامعة إيسن بألمانيا لجراحات الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس، وعميد معهد الكبد السابق. أهلا بيك يا دكتور محمد. والحقيقة اختيارك بقى للبنكرياس النهاردة دايما بيثير زي ما بقول يعني كده الايه السخونية. بنكرياس يعني حاجة مهمة، وحاجة قلت يعني ان هو مش واخد حقه قوي، بس زود عليها هو مش واخد حقه في الطب نفسه بصفة عامة. يعني النهاردة مثلا هنتكلم عن موضوع من ضمن أكياس البنكرياس المشهورة، حاجة اسمها IBMN. الIBMN اكتشفوها امتى؟ سنة 82. يعني بنتكلم ان احنا لغاية من كام سنة بس ما كناش نعرف ان في حاجة اسمها موضوع كبير قوي من ضمن أسباب أكياس البنكرياس. فالبنكرياس فعلا من الحاجات اللي التطور فيها حتى في العلم نفسه سريع جدا جدا. كل يوم في تقسيمة جديدة، وكل يوم في طرق علاج مختلفة عن اللي قبليها. نكتشف مثلا ان طرق متابعه الاكياس ديت اخر اتفاق اتعمل امتى؟ 2012. يعني بنتكلم من 6-7 سنين بس. لكن قبل 2012 كنا مختلفين جدا نتابع حتى المرضى دول ازاي. كلمه اكياس ترتبط في الطب عندنا بحاجتين، الاشهر المبايض، اكياس على المبايض دي في النساء والتوليد. فكلمه اكياس بنكرياس يعني ما بنسمعش كلمه كيس في الكبد ولا كيس في القلب ولا اكياس في المخ، لكن في البنكرياس ايه المقصود بكلمه اكياس؟ وش معنى يعني البنكرياس اللي اتقال عليه كيس؟ طيب اقول لك بقى معلومه كمان صادمه شويه. نسبتها قد ايه؟ نسبتها في بالاشعه المقطعيه او بالرنين 13%، وده رقم يعتبر كبير جدا جدا. 13% من ايه؟ الناس يعني كل 100 شخص عمل هيعمل اشعه مقطعيه او رنين هيطلع عنده اكياس في البنكرياس. لا ده كمان في اللي اصعب من ديت، في الاوتوبسي يعني في التحليل، الناس الميته لما جابوا مثلا 100 جثه يشوفوا منها كم واحد كان عنده اكياس في البنكرياس؟ 23%. فهي ارقام احنا كنا يعني نسميها اندر استيميتنج، ما احنا مقللين من نسبه حدوثها او من قيمتها. لا ده رقم كبير جدا، وبيقول لك ان الفرق ما بين ال 23 وال 13 ديت ان في كتير يبقى عندهم كيس في البنكرياس وعمل اشعه مقطعيه وبتاع الاشعه ما شافوش، ما خدش باله منه. يعني الفرق ده فرق في التشخيص مش فرق في نسبه الحدوث. فهي الحقيقه نسبه حدوثها اعلى بكتير قوي من اللي احنا متخيلينه. لكن عشان نبسط الامور هنقول احنا عندنا مجموعتين اصلا من الاول خالص، اكياس كاذبه واكياس حقيقيه. سودو سيست وسيست او سيست. من الاول كده خالص. سودو سيست دي حاجه هو مش كيس، هو عباره عن فيه سائل تجمع ابتدى الجسم يحوطه فتحول الى كيس. طب هو هيفرق ايه عن التاني دوت؟ ان التاني ده عباره عن كيس فعلا، بس الكيس ده متغلف من جوه بخلايا.
التاني ده متغلف بأنسجة ليفية مش خلايا، دي فايبس ودي حاجة خلايا مبطنة. الأكياس الكاذبة دي بتحصل كتير قوي للمرضى اللي كان جالهم التهاب في البنكرياس. ويمكن عشان نفهمها شوية، دي من الحاجات برضو اللي اتطورت قوي في الكام سنة الأخيرة نفسها. يعني اكتشفوا ان التهاب البنكرياس دوت نوعين، في نوع بيحصل جوه، احنا اي واحد حصل التهاب في ايده ايه اللي بيحصل؟ الايد بتورم شويه، مكان الالتهاب بيورم شويه. نفس القصه اللي حصل في البنكرياس، هيبتدي البنكرياس يورم شويه ويبقى فيه تجمعات من السائل. السائل ده يتجمع جوه البنكرياس نفسه او يتجمع حواليه البنكرياس. لو اتجمع جوه البنكرياس ده هيصرف بعد كده ويختفي وخلاص. لو اتجمع حوالين البنكرياس هو ده التجمعات اللي بتحصل، اللي هي ممكن تقلب بكيس كاذب بعد كده. فده أول نوع اللي هو الأكياس الكاذبة. وده نوع حصل تطور جامد قوي في العلاج بتاعه. كنا زمان علاجه دايما جراحة ونوصل الكيس بالمعدة وحاجات زي كده. دلوقتي بقى دكاترة البطنة والمناظير ليهم حل بالمنظار من غير عملية، بيخش في المعدة ويفتح الكيس على المعدة وتتحل القصة دي. كان زمان لما يحصل من ضمن مشاكل تجمعات البنكرياس السائل دوت انسحاب قناه البنكرياس، البنكرياس نفسها تكون مقطوعه. دي هتعمل تصرف السائل وملوش حل. لا ده دلوقتي بره، يمكن في مصر ابتدينا شويه ان يعمل منظار ويركب دعامه في قناه البنكرياس مش في القناه المهرريه، بحيث يعدي الحته اللي فيها القطع ديت، وبعد فتره يشيل الدعامه ويكون لحم خلاص، فيوفر عمليه كبيره قوي على المريض. دي في جزء الأكياس الكاذبة. إيه الأعراض بتاعت الأكياس الكاذبة أو الصادقة؟ هو دايما المريض هيبقى عنده تاريخ مرضي بالتهاب شديد في البنكرياس، وبعد ما الالتهاب راح يبتدي يحس بألم أعلى البطن شوية. لو كيس ده كبر شوية هيضغط على المعدة، فيبتدي دايما عنده ترجيع، عنده أعراض مش قادر يأكل لأنها ضغطة على كل المنطقة ديت. لو الكيس ده صغير نسيبه، ممكن يمتص لوحده ويختفي. لكن لو الكيس ده كبير حجما، سبب ألم، سبب أعراض أو سبب التهابات، في الحالة دي محتاجين تدخل. التدخل زي ما قلنا بقى اختلف زمان عن دلوقتي. كنا زمان التدخل الوحيد هو الجراحة، لا دلوقتي أصبح عندي اختيارات أخرى غير جراحية. الأسباب التهاب، طب الأسباب للتهاب إيه؟ كحول ولا في حاجة تانية؟ كحول ده نمره واحد بره. الكحول اللي هو الخمره، عشان بس ما حدش يقول لي كحول التطهير يعني، لا اسمه خمره، كل انواع الخمره بقى. البيره خمره على فكره، اهو معلومه صادمه. وفي مصر يمكن هيبقى حصاوي المراره. دي من اشهر الاسباب. طبعا بيجي اسباب تانية كتيره قوي، زي ساعات ارتفاع نسبه الدهون، في ارتفاع انواع من الاملاح زي الكالسيوم، في حاجات التهاب مناعي البنكرياس. يعني في اسباب كثيره جدا لالتهاب البنكرياس ده، لكن اشهرهم دايما زي ما قلت الكحوليات او حصوات المراره. هل المخدرات بتعمل التهاب في البنكرياس؟ ممكن تعمل لو في حاجات هتبقى توكسيك، يعني حاجه زي تسمميه على البنكرياس نفسه. ممكن تعمل حاجه زي كده. طيب في انواع لاكياس البنكرياس غير التقسيمه اللي احنا قلناها؟ الانواع الثانيه بقى اللي هي اكياس حقيقيه للبنكرياس. والاكياس الحقيقيه دي اختارهم بقى. اختارهم ليه؟ لاني في جزء منهم، جزء مش قليل، يعني لو بصينا على الصوره دي، هو هنا دي تقسيمه كل انواع اكياس البنكرياس. حلو. من دون اول حاجه في اليمين خالص دي الاكياس الكاذبه، سودوسيست. وفي انواع تانية هتطلع من القناه الرئيسيه، وفيها تطلع من القناه الفرعيه. في اكياس جواها سائل شفاف، وفي اكياس جواها سائل لزج. الاكياس اللي جوه القناه الرئيسيه دي اكتشفت سنه 82. الاي بي ام ان. دي بقى ايه اهميتها وايه خطورتها الشديده؟ ان في نوعين منها. في نوع هيطلع من القناه الرئيسيه اللي احنا شايفينه، اللي هو القناه الكبيره الخضراء ديت، وفي نوع طلع من الجنب. اللي طالع من القناه الكبيره ده نسبه ان يقلب بورم سرطاني من 40 ل 65%. فده كيس حميد، ولكن عنده احتماليه ان يقلب بورم سرطاني قد تصل الى اكثر من 60%. يعني واحد كل اثنين تقريبا. وبالتالي دي لو احنا اكتشفناها، يبقى ده المريض ده لما اعمله انا عمليه، انا وقيته وحولته لشفاء تماما
عكس ما استنى لما قلب بورم سرطاني وبعد كده أعمل بعدها عملية، ساعتها نسبة ارتجاع الورم عالية جدا. النوع الثاني الكيس اللي هو خارج من القناة فرعية، ده نسبة إنه هو يقلب ورم 10-15%، برضو رقم مش قليل. ولكن زود حاجة بقى، في 2012 ابتدوا يحطوا مواصفات. احنا دايما مشكلتنا الميزان ما بين حاجتين، طب هو في 10% ممكن يقلب ورم، طب اعمل له عملية، طب ما دي عملية كبيرة برضو، ولا اسيبه واتابعه، طب انا خايف لا يقلب ورم، ولو قلب ورم النتائج مش تبقى حلوة قوي. فابتدوا يحطوا صفات كده، يحطوا علامات بيسموها علامات خطيرة، هاي ريسك فاكتور. ايه العلامات الخطيرة دي؟ يعني لو القناة بتاعت البنكرياس اكتر من 9 ملي 10 ملي، واسعة قوي، او ان الكيس دوت جواه نتوءات واخدة سبغة، او حجم الكيس ده اكتر من 4 سنتي، او العيان جاي لي بصفرة. في اصبح فينا علامات كتيرة ممكن بالرنين او بالاشعة المقطعية، بس اكتر الرنين يقول لي اه ده كيس، وكيس ده نوعه ايه، طالع من القناة الرئيسية ولا من القناة الفرعية، واحتمالية الكيس ده ان يقلب ورم قد ايه، وبالتالي احط خطة العلاج. هل الكيس ده محتاج متابعة فقط ولا محتاج عملية؟ دي مثلا صورة الرنين، ده كيس طالع من القناة الرئيسية بتاعة البنكرياس. هنشوف بعد كده في مثلا صورة تانية في المقطعية برضو كيس طالع منها، وبيتقسم بقى وليها تقسيمات كثيرة قوي. هل هو طالع من يعني ده برضو السهم هنا بيشاور على كيس طالع من رأس البنكرياس، وكيس بالحجم ده قد يحتاج ان احنا نعمل عملية كبيرة اسمها ويبل، لان دي هتقي العيان انه يتحول الى ورم سرطاني بنسب نجاح اقل بكتير قوي لو شاله في المرحلة ديت. ده كيس مثلا في جسم البنكرياس في الجزء الثاني. الموضوع ده من ضمن هنا بقى، ده كيس نوع تاني بقى، ده الكيس اللي بيبقى ميوسينس، يعني ده جواه سائل لزج. الكيس دوت نسبة حدوث الأورام فيه أقل شوية، حوالي 15-20%، إن هو يقلب ورم سرطاني، وبالتالي برضو أصبح لينا علامات فيه قريبة من نفس العلامات التانية، اللي هو برضو لو الجدار بتاعه تخين أو فيه نتوءات واخدة سبغة أو حجمه كبير، الحاجات دي قد تحتاج إن احنا نستأصل الكيس ده علشان ما يقلبش ورم سرطاني. في أنواع أكياس أخرى بقى، حاجة اسمها السيرس، اللي هي الكيس اللي جوه سائل شفاف خالص، ده ما بيقلبش عمره برم، وبالتالي مش محتاج مني أي حاجة ولا تدخل، فقط متابعة لو في أعراض نتعامل معها. هتقولوا إيه التشخيص؟ هتبقى أشعة مقطعية MRI ولا في حاجة تانية؟ الاثنين الأساسيين المقطعية والرنين، والرنين لازم يبقى رنين بصبغة، وده رنين ثلاثي يعني دي، ولازم جهاز كويس جدا، ولازم دكتور أشعة متخصص في الحتة دي بالذات، بحيث انه يعرف يلقط الحاجات. احنا بنتكلم في حاجة 2 ملي 3 ملي 4 ملي، يعني حاجات صغيرة جدا، والقرار فيها صعب قوي، ان هو يبقى شايف الجدار وشايف نتوء في الجدار، والجدار ده واخد سبغة ومش واخد سبغة، فدي محتاجة دكتور أشعة فعلا هو عارف هو بيدور على ايه. الحاجة التانية الجديدة شوية اللي هو الموجات الصوتية اللي بالمنظار، ودي بقى دقيقة قوي في الحتة ديت، ان لو عندي الكيس دوت بنخش الموجات الصوتية، هو بيحدد لي نوع الكيس بقى، بيقدر يبنه، بياخد عينة من السائل جوه الكيس، أحلل السائل ده برضو، هل السائل ده سائل كلير يعني صافي خالص، ولا فيه جزء ميوسين اللي هو الحاجات اللزجة ديت، هل قلب أو بيقلب أو هيقلب أورام. يعني حتى ابتدوا الـ IPBN اللي احنا قلناه في الأول دي، ابتدوا يقسموها 3 مراحل، مرحلة عادية خالص، ومرحلة ابتدى يبقى فيها ديسبليزيا، ابتدت الخلايا تتطور شوية، ثم مرحلة ما قبل الورم على طول، ومرحلة الورم. كل ده ممكن بالعينة اللي خدها لي بالموجات الصوتية اللي بالمنظار يقدر يشخص لي هذه الأشياء. بعد ما شخصنا، طب أنا هبدأ أتعامل علاجيا مع نوعين، نوع أكياس كاذبة وأكياس حقيقية. الكاذبة الحمد لله فيها ميزة أنها مش هتقلب بحاجة، فأنا هتعامل معاها على حسب إيه مشكلة المريض. يعني لو عنده كيس صغير خلاص مش عامله أعراض، مش هنعمله حاجة. طب هو عنده كيس كبير وعامل ترجيع وعامل مشاكل لي وألم بيعمل ألم رخم، طبعا في الحالة دي أنا محتاج أن أنا أفضي هذا الكيس. هي المشكلة أن الكيس ده في الغالب
بيبقى واصل بالقناة بتاع البنكرياس، عشان كده لو أنا سحبته هيجمع تاني، فأنا لازم أوصله بحاجة. زي ما قلنا كنا زمان أو مش زمان لغاية دلوقتي يعني أكثر عملية مشهورة أن احنا نوصله بالمعدة أو بالأمعاء، لكن الجديد من دكاترة المناظير الباطنة دلوقتي بقوا يخشوا بالمنظار وهم يعملوا التوصيلة دي من غير عملية ولا حاجة، ونسب نجاحها أصبحت عالية شوية، وفي مصر هي بتتعمل دلوقتي. فأصبحت الأكياس الكاذبة ليها حلول سواء كانت جراحية أو كانت غير جراحية. طب نيجي بقى للأصعب، المشكلة الكبيرة، المشكلة الكبيرة ده منهم ناس بتقلب 60% إلى كانسر. دول بقى هنا هيبقى مشكلة التشخيص، إنك لازم تتأكد، لأن زي ما قلت حاجة إحنا عندنا حوالي مثلا 3 أنواع من الأكياس الحقيقية، فيهم نوع عمره ما بيقلب، وفي نوع نسبة إنه بيقلب قليل قوي، وفي نوع بيقلب كتير قوي، وبالتالي الفروق بينهم كبيرة جدا، وبالتالي برضو التشخيص هنا هيبقى مهم قوي. خوفنا النهاردة بس لازم نخاف في حتة مهمة جدا مظلومة جدا، هي البنكرياس. البنكرياس يظل مظلومة، هو ليه صحيح بيفرول بسرعة؟ ولا هو كمان مشكلته انه بيفرز مادة وظيفتها هضم البروتين، والجسم كله من جوه عباره عن بروتين، فانت بتفرز كانك بتطلع مادة كاوية، بس انت بتمشيها في قنوات معينة معدة انها تستحمل هذه المادة. طب لو حصل التهاب والقناة دي اتقطعت وطلعت برة، هتبتدي تاكل اللي حواليها. ميت نار. نورتنا يا باشا. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ دكتور محمد فتحي عبد الغفار، أستاذ جراحات وزراعات الكبد بكلية الطب جامعة عين شمس، زميل جامعة أيسن بألمانيا لجراحات الكبد والقنوات المرارية، وعميد معهد الكبد السابق. كالعادة كان مبدعا في واحدة من أهم حلقاتنا، البنكرياس يظل هذا لغز من الألغاز الطبية، مش لغز يعني، حتة مظلومة جدا في جسم الإنسان. حافظوا على نفسكم وخليكم دايما مع الناس الحلوة.